هذا التقرير أعده مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية. تغريدة الصدر. جاءت تغريدة مقتدى الصدر الأخيرة لتمزج بين النزعة الوطنية والتوجهات الدينية، لكونها رسالة موجهة إلى الداخل والخارج العراقي. فقد أشار الصدر فيها إلى أن للعراق صفة تختلف عن غيره من الدول، ففيه تجتمع العروبة والتشيع، ومحيطه يضم العروبة من الغرب والجنوب والتشيع من الشرق. أضاف الصدر قائلا: نحن إذ نعتز بكلا الجانبين فلنا جذور عربية واضحة وجلية، ونعتز بمذهبنا الاثني عشري، ومن هنا كنا وما زلنا نريد أن نحافظ على علاقة جيدة مع الطرفين، وأن نراعي معهما حسن الجوار، وأن لا نميل لطرف على حساب آخر ما دام الطرفان يجمعهما وإيانا حسن الجوار، المتمثل بعدم التدخل بشؤون البلد الداخلية والتعاون لتذليل الصعاب وعدم زج الجار بمشاكل هو في غنى عنها وعلى مستوى واحد بلا تعال ولا تبعية. الصدر طالب في تغريدته من البيشمركة والحشد الشعبي أن تكون توجهاتهم وطنية، قائلا: علينا نحن العراقيون بكل انتماءاتنا وبشتى أفكارنا وتوجهاتنا، وأخص منهم الإخوة في البيشمركة والحشد الشعبي، أن تكون توجهاتهم وطنية، فهم حاليا من ضمن التشكيلات الأمنية العراقية، بمعنى أنهم ملزمون بكل ما قلناه آنفا، وبالأخص احترام سيادة العراق ووحدته وهيبته. وحول موقع العراق السياسي كتب في تغريدته: نرى العراق اليوم قادرا على أن يكون حلقة الوصل بين الطرفين بكامل استقلاليته وسيادته، وخصوصا أن التقارب بين الطرفين سيفيء على عراقنا بالأثر الإيجابي لا محالة، معلقا على فوز إبراهيم رئيسي في انتخابات الرئاسة الإيرانية بالقول: إن وصول إبراهيم رئيسي إلى سدة الحكم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يجب أن لا يفيء على المنطقة بالتشدد وتصاعد الصراعات، نحن نأمل منه أن يحكم العقل والشرع والحوار فقط. ودعا الصدر السعودية وإيران إلى حل مشاكلهما وإخراج العراق من هذا الصراع وعدم التدخل بشؤونه، خصوصا وإنه مقبل على انتخابات برلمانية هي شأن داخلي يخصه فقط، مع التأكيد على استمرار حسن الجوار وتطوير العلاقات. وحول الوجود الأمريكي في العراق قال الصدر: ينبغي على أمريكا في هذه الفترة إلى أن تنسحب من البلاد، ألا تتدخل في الشأن الداخلي للعراق، ولا سيما الانتخابات النيابية المقبلة، لأننا دولة ذات سيادة.